العمل ونغيروا أسلوب البلاد. التشخيص، خلينا نخرج من نتحدث على برنامج، نتحدث على خيارات، نتحدث على مستقبل البلاد. بالطبع البلاد تخدمها رجالها ونسائها، لكن نبعد عن الأشخاص. وأنا بارك الله فيكم في الكلام الطيب اللي سمعته، يذكرني مش أحمد المسديد، يذكرني مرحلة يعني معناتها متاع نضال بنينا فيها حركة ديمقراطيين اشتراكيين في وقت ما. اليوم التكتل الديمقراطي فيه مناضلين، فيه مناضلات، فيه ناس اللي ضحاوا وقتهم بجهدهم بالشغل بتاعهم بعائلاتهم يعني مدة الاستبدال. اليوم يتوجهوا لكم ببرنامج، يتوجهوا لكم بخيارات بكل صدق باش تاخذوا معاهم. لكن هذا ما يمنعش وان في الاختلاف والتنوع رحمه. ومره اخرى نحب نسمعكم ونسمع ارائكم ونسمع اذا كان عندكم تساؤلات، نحاول بايجاز الجو.